السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو إن شاء الله رحين نشرح ونحل مع بعض صفحة 49 للسنة الرابعة متوسط. إذا هذه الصفحة ما فيها والو، فيها مجرد تمرين نربط بين الصور والتسمية نتاع الصور، ولكن أنا في نفس الوقت كتبت لكم وضعيتين إدماجيتين حول جسر قسنطينة وسور السين العظيم. إذا ما عليكم غير تبعوا معي، نبدأ على بركة الله. بسم الله. I play and enjoy، نلعب ونستمتع. I look at each photo and identify its corresponding fact file and caption. عندنا fact file بمعلومات، بعد ما تقرأوا الفاكت فايل تربطوا كل صورة وشكون هي الصورة المسؤولة عن الفاكت فايل 1 وشكون هي الصورة اللي راهو يحكي عليها الفاكت فايل 2، تربطوهم. هنا الصور بعد ما نقرأوا الفاكت فايل نعرفوا على شكون راهو يتحدث. فاكت فايل 1 عندنا date of construction، تاريخ البناء in 1912. geographical location، الموقع الجغرافي كونستانتين ألجيريا بالقسنطينة. height اللي هو الارتفاع. span عندنا الارتفاع والطول. عندنا engineer شكون اللي يخدم هذا البلاصة اللي رانا نحكيو عليها اللي جاية في قسنطينة. عندنا فيرديناند أرندن فرنش. materials المواد اللي مخدوم بها هذا المكان هو stone اللي هي الحجارة and steel اللي هو الفولاذ. structure اللي هي البنية. hanging or suspended between two arcs with cables، معلق في السماء بين قوسين وكوابل. present condition major renovation in 2000. 1912-1929 the highest bridge in the world، تم تصنيفه على أساس أنه أكبر بريدج جسر في العالم في عام ما بين 1912-1929. Constantine's major landmarks its four classic bridges، عندنا ربعة جسور معروفة بها قسنطينة. The Alcantara سيدي راشد سيدي مسيد and ملاح سليمان. باسغال بيغاغو. إذن رانا نتحدثوا هنا بينين رانا نتحدثوا على جسر قسنطينة المعلق. إذا هنا الصورة المسؤولة على جسر قسنطينة المعلق هي هذه الصورة، أوكي، هي هذه الصورة اللي هي سيدي مسيد هانجين أور سسبندين بريدج كاستانتين ألجيريا. إذا ربطنا هذا الفاكت فايل هاوليكم بسهم مع هذه الصورة. عدنا الفاكت فايل 2 اللي راهو ربطنا الصورة رقم 2 هنا فقط أثناء الربط. هنا عفوا شوفوا في الربط برك نعاودوه باش ما تتخلطش عليكم، لانه هنا انا راني فاهمه واش راني دايره بصح كي يشوف التلميذ مش راح يفهم. اذا هذه هنا الفاكت فايل هو نتاع سيدي مسيد، اوكي، ندير سهم غير هكايا، اوكي، سهم هاوليكم سهم بسيط اعتذر نوف اعتذر هذا the great wall of china اعتذر. هنا راهم دايرين هنا التسمية، اعتذر ما شفتش الصورة رحت قريت مباشرة. اذا هنا التسمية غلطة، هنا سيدي مسيد اللي هو جسر قسنطينة هو هذا، نربطو التسمية مع الصورة سيدي مسيد هاوليكم مع الصورة، التسمية مع الصورة، هذا هو جسر قسنطينة المعلق سيدي مسيد. أما الفاكت فايل الثاني فهو سور الصين العظيم، سور الصين العظيم. إذا الصورة التسمية هذه مسؤولة على الصورة هذه، والفاكت فايل هذا مسؤول على الصورة هذه أيضا. إذا هذه الصورة هذا هو الفاكت فايل نتاعها، وهذه هي التسمية نتاعه. إذا هذه التسمية تجي أسفل هذه الصورة. أما هذه التسمية اللي موجودة هنا The Great Wall of China تروح للصورة الفوقانية، للصورة أي اللي هو سور الصين العظيم، سور الصين العظيم، تربطوا بسهم بهذه
الطريقه. اوكي التسميه اللي راهي هنا تهبط هنا واللي راهي هنا تطلع هنا. هذا الفاكت فايل 2 المعلومات اللي هي حول سور الصين العظيم. نفس الشيء عندنا date of construction تاريخ البناء نتاعو، قعدوا فيه اكثر من 2300 سنه باش خدموه. عندنا length، عندنا geographical location، عندنا سبب بنائه، عندنا اللي بناوه، وعندنا المواد اللي بني منها، وعندنا البنيه نتاعو، present condition اللي هي الشروط الحاليه، والسنه التي تم حمايته فيها من قبل اليونسكو. اذا هو هنا في التمرين طلبوا مننا اننا فقط نربطوا كل صوره بالفاكت فايل المسؤول عليها ونصحوا هنا التسميه نتاع كل صوره. وانا هنا درت لكم الوضعيتين الادماجيتين الخاصين بكل واحد، وضعيه حول جسر قسنطينه ووضعيه حول سور الصين العظيم. اذا شوفوا معايا هاتين الوضعيتين، نتمنى ان شاء الله انهم يفيدوكم وتستفادوا. الاولى حول جسر قسنطينه والثانيه حول سور الصين العظيم. نبداو على بركه الله، بسم الله. سيديم سيد هانجن بريدج از لوكيتد ان كونستانتين الجيريا. دائما تذكروا موقع المعلم الاثري. It was constructed in 1912 by the French engineer Ferdinand Arnodin. تم بناؤه في عام 1912 من قبل المهندس الفرنسي فرديناند أرنودن. This bridge has about 175 meters height above the Rumel River. عنده الارتفاع نتاع 175 متر على نهر الموجود أسفل منه. It was made of stone and steel. صنع بالحجارة والفولاذ. It is suspended between two arcs with cables. هو معلق عفوا بين قوسين، زوج قواس، قوس من يقابل قوس، ومعلق بواسطة كيبلز اللي هما كوابل لكابل. اوكي. It was listed as the highest bridge in the world between 1912 and 1929. إذا تم تصنيفه أنه من أعلى ولا من أو أكبر وأعلى جسر في العالم في ما بين عام 1912 وعام 1929. إذا الجسر هذا موجود في قسنطينة. هنا سكان قسنطينة أم يعرفوه، واللي ما راحوش وما شافوهش على بالهم باللي موجود في قسنطينة. إذا دائما كي نتحدثوا على لاند مارك نذكروا الاسم نتاعو، الموقع نتاعو، نذكروا الطول والارتفاع وشكون اللي بناه وسبب البناء نتاعو. وإذا كان محمي من قبل اليونسكو راحين تقولوا باللي محمي من قبل اليونسكو، إذا كان ماهوش محمي لا داعي لذكر المعلومة. وهنا عندنا وضعية أيضا حول The Great Wall of China اللي هو سور الصين العظيم. أيضا نتمنى إن شاء الله أنه تفيدكم وتستفادوا. شوفوا معايا بسم الله. It is located in northern China. الموقع نتاع كما قلت لكم تذكروا دائما موقع المعلم الأثري، هنا موقعه هو في شمال الصين. It was built to prevent invasion from northern states and protect the Silk Road. إذا تم بناؤه من أجل أن يكون جسر حماية، يكون جسر حماية ولا سور للحماية. This wall's length is 21,196 كيلومتر from east to west of China. إذا الطول نتاعه هو 21,196 كيلومتر من الشرق إلى الغرب، من شرق الصين إلى غربها، يحكم من الطرف للطرف. This masterpiece took time in construction more than 2,300 years. هذه التحفة الفنية قعدوا فيها باش بناوها وكملوها أكثر من 2,300 سنة. It was built by soldiers and peasants. تم بناؤه من قبل الجنود اللي كانوا في الجيش وناس عادية مزارعين وغيرها من سكان
المنطقة. It was made of stone, sand and brick. مخدوم من الحجارة، الرمال والبريك اللي هو البريك كيفاش نقولوا له الياجور. The Great Wall was listed as a World Heritage Site by UNESCO in 1987. إذا تم حمايته من قبل اليونسكو في عام 1987، أصبح محمي من قبل اليونسكو، محمي عالميا، معناتها هو من المواقع المحمية. إذا هذه هي الوضعية حول The Great Wall of China. نتمنى إن شاء الله أن تفيدكم وتستفادون. نتلاقاو في فيديوهات قادمة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه وفي أمان الله، وربي يوفقكم إن شاء الله وينجحكم. قوا على خير.